اليوم رح أعطيكم أهم وصفة عندي. هالوصفة مش لعلمك طريقة العجينة بالمقادير، هالوصفة تعلمك تعجني عجينة مزبوطة. ما لازم يكون في كتال ولا شيء طري بزيادة عن غيره. وهلأ بصبيعك الثلاثة وراحة الكف فبتضغط منيح بشكل دائري من برا لجوا لتوصلي للنص. بس هيدا الوصفة صحتها بكترتها، فتذكري هالثلاث خطوات لما بتخبزي مرة بالشهر. شهر تشرين الأول هو للتوعية من سرطان الثدي، فوفقاً لمنظمة الصحة العالمية فإن هذا المرض هو المسبب الأعلى لنسبة وفيات بين النساء، حيث تشير تقديرات الهيئة العالمية إلى أن هذا السرطان يصيب 2.1 مليون امرأة كل عام على مستوى العالم. وتهدف حملة الجمعية اللبنانية لمكافحة سرطان الثدي هذه السنة إلى ضرورة أن تجري النساء الفحص المنزلي في ظل جائحة كورونا، الأمر الذي يشدد عليه أيضا الدكتور ناجي الصغير. بس نحن ما بدنا الناس تترك حالة، بنصها أنه الناس هلأ عم تترك حالة بظل الكوفيد. يعني الناس مش عم تروح لعند الطبيب، مش عم تروح تعمل الماموغرافي مثلا. فإذا ما عملنا هالشي لا أفضل، ومعهم أصلا نحن بنقول الكشف المبكر، الفحص الذاتي مهم مرة بالشهر 7 أيام بعد الدورة الشهرية، ومرة عند الطبيب بالسنة، ومرة صورة ماموغرافي بعد سن 40. إذا شفنا أي شيء طبيعي يعني بدنا ما نخاف وما نستحي ونفحص حالنا بطريقة مزبوطة. فنحن بهالحملات الكشف المبكر عم نكتشف كتير حالات مبكرة. هلأ خايفين يرجع يصير عندنا حالات متقدمة، عشان هيك لازم نضلنا ننتبه على صحتنا. وعشان هيك بنقول للناس انتبهوا، خذوا الإجراءات، اتبعوا إجراءات الوقاية من الكورونا مشان ما تطول الكورونا ونرجع لحياتنا الطبيعية كمان. وأبدأ دكتور صغير إلى تخوفه من إهمال الناس للكشف السنوي في ظل كورونا. بالحقيقة بظل الكوفيد 19 الناس كتير قعدت ببيوتها وخافت، طبيعي هذه التعليمات اللي عم نعملها للناس انه ديستانسينج، تباعد اجتماعي ويلبسوا ماسك. هلا الحياه بدها تمشي لانه هاي الكوفيد 19 طويله، فما بدنا ننسى صحتنا، ما بدنا ننسى انه لازم ننتبه على حالنا. عشان هيك نحن الحمله السنه عم نشدد اكثر على الفحص الذاتي. اذا ما نزلت الناس تعمل الماموغرافي بعد سن ال 40 شددنا اكثر على الفحص الذاتي مشان بطل نخاف. يعني علمنا الحملة اللي عملناها الجمعية اللبنانية مكافحة سرطان الثدي، الحملة اللي عملناها انه نعلم الستات كيف يفحصوا حالهم وما يستحوا وما يخافوا، واذا في شيء اي طبيعي يحكوا مع الحكيم. وبالنسبة لعمر النساء اللواتي يجب ان يخضعن للفحوصات السنوية. نبلش من 40 وما فوق بشكل عام، اللي عنده ريسك اعلى، اللي عنده عامل وراثي اوكي بنبلش من قبل. فبعد سن الـ40 نعمل كل هالاجراءات مع صورة الماموغرافي. طبعا نفحص حالنا من سن الـ20 25، لازم تتعود الست تفحص حالها ومرة كل 3 سنين عند الحكيم، وبعد سن الـ40 مرة بالسنة عند الحكيم مع صورة ماموغرافي.